الحديث عن تعليمات جديدة لإصدار إجازات السوق مو هالشكل؟ نعم نعم. تفاصيل هاي التعليمات من فضلك. يا هلا بيك. يعني الحقيقة أنا ما أتفق مع ما بديت فيه جنابك بالتقرير. والله أعطيك يا علي اليوم يعني يمكن أتمنى الكل ويأيدون كثير من المشاهد. اليوم الحصول على إجازة السوق يمكن إذا يطول ساعة أنا مسؤول على كلامي. ساعة واحدة؟ نعم. اليوم اللجان الطبية حتى يكون واضح يعني كانت جهود السيد مدير المرور العام. جبنا اللجان الطبية عندنا بالمرور بالمواقع. نعم. هذه يمكن ما حد يعرفها. اليوم تدخل كرفانات ثلاثة موجودة الإخوان اللجان الطبية من الساعة 8 الصبح للسنتين ومن السنتين للستة العصر. زين. هاي اللجان الطبية موجودة. اختصرنا نعم قبل كان يروح بالبريد وتدري هذا خارج إرادتنا كفحص طبي. زين. ويجينا ورا يومين. اليوم لا. تسحب السمارة من الداخل. أنا أتمنى ما حد يطلع برا ياخذ السمايرة. الاستماير بالداخل عندنا. زين. مجانا.